خيم الليل على بوغوتا، إلا أن حركة دؤوبة تسجل في ساحة صغيرة تضم سوقاً للأعشاب فريدة من نوعها في كولومبيا، مكان مفعم برائحة التاريخ تتبادل فيه الأسرار لمداواة الأمراض والأوجاع. الظلام ضروري لتحافظ هذه الأعشاب العلاجية أو العطرة على نضارتها. لدي عشبة السناغواس وهي جيدة للكلى، الماروبيا وهي جيدة لتخفيف الوزن، الكاموميل للاضطرابات المعوية، والجوابا لتضميد الجراح. وتجرى عمليات البيع ليلاً لأن الأعشاب نبتات تذبل بسرعة، في حين أن البرد والظلام يسمحان بحفظها من الأضرار، على ما توضح عالمة الأناسة أن ماريا ميدينا صاحبة دراسة عن سوق الأعشاب المتنقلة. تظهر هذه المحفوظات التاريخية أن بقعة من العشب كانت موجودة في أول قرية في بوغوتا، إنها منطقة سابقة لاكتشاف الأوروبيين للقارة الأمريكية لتبادل هذه النبتات ذات المزايا العلاجية والطبية. وتقع السوق في حي مارتيريس في وسط بوغوتا، وتقام أيام الاثنين والخميس، وتجمع نحو 400 بائع أعشاب متجول يبدأون بعرض نبتاتهم التي تصل إلى حوالي 200 جنس مختلف اعتبارا من الساعة 10 مساء، ويبدأ البيع عند الساعة 3 صباحا ويستمر قرابة 4 ساعات.